شو هي مجموعة الأفلام يلي موجودة بصالات السينما اللبنانية؟ طبعا رح نتابع بها الجولة يلي حضرت لنا إياها غيدة. ضمن أفلام الأسبوع الفيلم الدرامي ألايد عن ضابط عايش بشمال أفريقيا ببداية الأربعينات وبيتعرف على مقاتلة بالمقاومة الفرنسية خلال مهمة خطيرة وراء خطوط العدو، وبيرجع بيلتقوا من بعدها بلندن وبيعانوا من ضغوطات الحرب مع براد بيت وماريون كوتياخ. I'll take the couch. You'll sleep on the roof. In Casablanca, that's where husbands go. They're watching us. Now kiss me. Said you were beautiful and good. Being good at this kind of work is not very beautiful. After the war. والفيلم اللبناني الكوميدي يلا عقبالكم شباب سينجل ماريد ديفورست. من بعد أول جزء المتعلق بالسيدات هالمرة صار دور الرجال لحتى يحكوا هني كمان أخبارهم عن حياتهم العاطفية مع رغبة كبيرة من النجوم اللبنانيين: طلال الجردي، بديع أبو شقرة، فؤاد يمين، دوري السمراني، ومن الشق النسائي رجعوا دارين حمزة، ندى أبو فرحات، مروة خليل وجوليا قصار ونبال عرقجي اللي قامت هالمرة كمان بكتابة وإنتاج الفيلم، والإخراج لشادي حنا. والله نياكم بعدكم عزاب، يلا عقبالكم شباب. وفيلم ساينس فيكشن رايفل عن شخص بيتم توظيفه من قبل الجيش لمساعدتهم على طريق التواصل مع كائنات غريبة من كواكب تانية مع جيريمي رينر، إيمي آدمز وفورست ويتكر. Not everyone is wired for what you're about to do. So what do they look like? You'll see soon enough. Every 18 hours, a door opens up. That's where we go in. That has happened. What happens now? They arrive. فإذا بعد هالجولة على صالات السينما بنرجع على الاستوديو ورح ننتقل نحن وياكم فورا لعند الشيف عبد الله نتابع تفاصيل فقرتنا الوحيدة لليوم مع ورشة ملح. طبعا خير عن جديد، وصلنا لأول وقفة وهي اخر وقفه، وكثير غاده كانت مبسوطه انه وقفتنا الوحيده. شو بدنا نعمل؟ يا ما مبسوطه؟ طيب عنا من المي السخنه بدي اجي ضيفها فوق الساندراي توميتو، يعني البندوره المجففه. ليش عم ضيفها فوق البندوره المجففه؟ لا تطرى، لا اقدر اطحنها، لانه البندوره المجففه اللي انا جايبها اليوم مش مكبوسه بالزيت، بالعكس بتكون مقدده، بحطوا لها ملح وسكر واعشاب وبيعرضوها للشمس. بنفس الوقت بالطنجره الثانيه حتجوا تلاقوا عندي المعكرونه كمان عم بسلقها، نقيت المعكرونه على شكل اذا بدكم صدف صغير. ليش؟ لانه الصلصه اللي بدي اعملها منا صلصه كثير رخوه، بدي اياها تتغلغل بقلبها. يعني كان فيني نقي الباني، بس انا فضلت شيء يقدر يفوت بقلبه الصلصه. حاجي ضفلة شوي من زيت الزيتون بهالطريقه، نرجع نجيب هيدي الطنجره ومنجهزها لنشتغل بقلبها. ساندرا التوميتو بيستو مثل ما قلنا اكيد جاي الاسم من البندوره اللي هن البندوره المجففه. كيف بدنا نعمل؟ اول شيء حناخد من الثوم، حناخد من البصل، ونجي نفرمون على المكنة. بعد ما فرمت الثوم والبصل حاجي ضيف عليهم. هلا على الوصفة فيكم تحطوا جوز، فيكم تحطوا صنوبر، فيكم تحطوا لوز، أنا حاطط اليوم من اللوز، لأنه بنعرف دائما لما نقول بيستو يعني عم نطحن شغلة مع زيت زيتون، أعشاب، يمكن تكون فلايفلي، بس دائما بقلبها زيت زيتون، جبنه البارميزون، واكيد من النواء او اذا بدكم من المكسرات. هيدا مبدا البيستو. حاجي اضيف عليهم من الصلصه او رب البندوره اذا بدكم. بعد ما ضفت رب البندورة، الوصفة أكيد عم تبرم قدامكم على الشاشة، واللي ما بيلحق دايما يحضر الوصفة مثل ما بنقول في شوفها على يوتيوب عالم الصباح، في يسألني عنها على الفيسبوك على صفحة
شاف عبد الله خضر، شاف عبد الله خضر. هلا نجي بنضيف جبنة البارميزان. حنضيفهم كلهم لأنه البيستو أو الباستا إذا بدكم مع البيستو بيعشقوا البارميزان. بالوصفة في حبق وفي بقدونس اللي عم تشوفوه قدامكم. أنا اليوم ححط البقدونس بس لقيت لأعمل الوصفة بطريقة شوي شرقية أو حتى لبنانية، نقيت الزعتر الأخضر اللي في منه بيسموه إذا بدكم الجبل الذباع. فهيدا الزعتر حأجي أضيف منه شوي بهالطريقة، وآخذ كمان من البقدونس كمشي وضيفها فوق المكونات اللي عندي. حنشيل البقدونس على جنب ونخلي شوي من الزعتر لنقدر نزين بقلبه. هلا شو بعد ما حطينا للوصفة؟ عم نحط خل البلسمك، اوكي؟ يعني بعدنا بالمطبخ الايطالي، اللي ما عنده خل البلسمك في يستعمل دبس الرمان بيرخيه بشوية خل مع ملعة عسل أو نص ملعقة صغيرة من السكر. حتشوفوا هيدي الخلطة أو هيدا إذا بدكم الدبس اللي عم نعمله، أنا ملح ما حطيت، الملح حأتركه لنزيده على الصلصة. هلا اللي حأعمله حأخذ شوي من البندورة، تقريبا راس من البندورة، وإجي ضيفه على المكنة. يلا بناخذ راس تاني كمان هيك لتمد معنا هيدي الصلصة. مثل ما قلت أو هيدا الدب فينا يكون عنا من الباجيت البيتي، منقطعها ومنحمصها مع شوية زيت زيتون وأوريجانو بقلب الفرن، ومنرجع إذا بدكم منقدم معها هيدا الدب على وجهها مع شوية موتزاريلا، بصير عنا بروسكيتا ساندراي توميتو. حتى هيدا الدب بيلبق إذا بدكم بدنا نعمل برجر على الطريقة الإيطالية، بدل ما نحط مايو ونحط هالأشياء الماسترد من تحت، بنحط عليها من الساندراي توميتو بيستو. حتلاقوا المزيج اللي عندي على الكاميرا كمش مع بعضه، صار بده الزيت وصار بده إنه نضيف عليه المعكرونة أو نضيف عليه إذا بدكم البندورة اللي عنا. البندورة اللي عنا هي بدها نص ساعة لتطرى، فنحن لها شي ربع ساعة 10 دقايق ما بيأثر. هلا بحال جبتوها احسن واحسن بتلاقوهم بالسوبر ماركت، خاصة حد محلات الشاركوترية ومحلات الاجبان والالبان موجودين بقلب زيت، فهيدي هي بتكون قطرة لإلكم. هلا طريت نجي ناخذ كل المي اللي بقيت منها ومنضيفها. هون اجى دور عنا هلا انه نضيف الزيت، لانه الزيت بده يساعدها انه تنفرم عنا. هتلاقوا عندي من الموتزاريلا كمان موتزاريلا لنخلطها مع الباستا. فيكن اذا بدكن تحطوها مع الباستا بس بالفرن على وجهها، وفيكن تستعملوا اطيب واطيب البيبي موتزاريلا كمان او الفريش موتزاريلا. هلا بجي بضيف زيت الزيتون بهيدي الطريقه. لكن مثل ما قلت دائما مبدا البيستو هو زيت زيتون مع مكسرات مع ثوم مع جبنه البارميزان. وشو بدنا نحن نعمل بيستو؟ نعمل بيستو الحبق المعترف هو اكثر شيء مستعمل، بس فينا نعمل بيستو النعنع، بيستو الروكا، بيستو الفليفله الملونه، شو ما بدكم فيكم تنكهوا وتعملوا البيستو. حتلاقوا الخليط اللي عندي صار جاهز، حاجي شيله بس خلينا نجيب جات. الخليط اللي عندي مثل ما قلت حتى بينفع بالكانيلوني اذا بدكم نحشي بقلبه الكانيلوني ونخبزها مع صوص البشاميل، كمان هيك بنكون غيرنا عن صوص طماط. عجبتك الفكره حسيت؟ اوكي. هلا بمبدا الحر انا ما حاطط حر، اللي بده حر في يضيف هو الحر. حتلاقوا هذا البيستو اللي عندي فيني احفظه بمرد بين، في عالم بتضيف له من الفليفل الخضراء انا بفضل لا، فيني احفظه بمرد بين وعلى وجهه زيت زيتون بيقعد عندي فتره 4 أيام بقلب البراد، يعني فيني جهز تجهيزاتي كلها قبل بوقت.
هيدي بالنسبه لكان تعلمنا البستون من هون ورايح فينا نحن ننكهه او نعلي له الليفل تاعه نروح فيه بتفنين بافكار اللي بدنا اياه مع كروستيني مثل ما قلت مع اذا بدكم البروسكيتا مع انواع الباستا حتى ضمن اللازانيا حتى اذا بدكم فينا ناخذ شوي من هيدي الخلطه ونرجع نكسرها بزيت زيتون مع اعشاب ونعملها دريسنج للباستا سلاد. انتم شو بدكم فيكم تتفننوا بهذا الطبق. هلا اللي حاعمله حناخد طنجره طالما المعكرونه عندي مستويه يعني انا بدي حرقص شوي على النار الصوص اللي عندي او ادمجها مع الصوص. حتيجوا تلاقوا عندي البيستو اللي عملناه مع البندوره المعصوره. طبيعه الحال البندوره المعصوره مش مطبوخه بتكون مبستره فنحن هلا بدنا نطبخها شوي على الهواء. حاجي اخذ تقريبا نص الكميه. الكميه الباقيه اللي عندي شو حاعمل فيها؟ حاجي اوضعها بالبراد وبنرجع بنستعملها نحن اليوم الجمعه، انا بشوفكم الاحد، بنعملها ترويقه اذا بدكم فينا نعملها كيف مناقيش المحمره. بنعملها مناقيش ساندرا توميتو بيستو مع شويه موتزاريلا. وعلى البراد نجي منضيف عليها البندوره المهروسه مثل ما قلت بهالطريقه. هون عند هذه المرحله وقبل ما اضيف المعكرونه بس تغلي عندي المكونات مع بعضها بلاقي اذا انا بحاجه لضيف لها من المي فيني ضيف لها مي اذا كنت انا محتفظ بمكونات او بميه السلق واذا لا فيني ضيف لها من المي العادي. انا احتياطيا حعبي شويه مي بحال عزنا من المي لنضيفها. بس قبل ما اضيف المي وقبل ما اضيف المعكرونه بدي ادوق البيستو اللي عندنا لنشوف اذا بدها ملح لانه بتعرفوا نحن ما ضفنا من الملح. شو حطينا؟ حارجع عيد على السريع. حطينا من الثوم من البصل ضربناهم على المكنه، رجعنا ضفنا عليهم رب البندوره، ضفنا عليهم جبنه البارميزون، ضفنا عليهم من اذا بدكم الساندرا التوميتو المجففه، ضفنا عليهم من الزعتر الاخضر البلدي الورقه البلديه، ضفنا عليهم من البقدونس، رجعنا اخر شيء حطيناهم ما ضفنا من البهارات لانه البهارات موجوده بكل المكونات اللي حطيناها لها طعمه مع بعضها، حطينا شوي من خل البلسميك وهلا بدنا ندوق لنشوف اذا بدنا نحط من الملح. تحمل شوي من الملح. اكيد حنخلي الملح على جنب بحال حدا بده يزيد. حتلاقوا على الكاميرا انه المزيج شد عندي. هون اجى دور انه شو اعمل؟ ضيف عليها كوب من المي. اذا انا بدي احطها بالفرن بفضل ما احطها بالفرن. يعني ما احط مي اذا بدي احطها بالفرن لانه بالفرن بدها ترجع تسخسخ مثل ما بيقولوا وتاخذ النكهات. شفتوا على الكاميرا كيف صار عندي هذا المزيج؟ معكرونه مسلوقه، هلا ما بقى الا نغليها غلوه ونضيف عليها جبنه الموتزاريلا. مثل ما قلت انا اليوم تعمدت انه نقي معكرونه صدفيه. بيجي نقلب هالمعكرونه مع بعضها وبدنا جات. اكيد تركنا شوي من الزعتر الكامل على جنب. هلا اجى دور الموتزاريلا، اجى دور الغدا، دور غادة. الفرق واضح. ايه ما خليت لنا شيء. شو بدك؟ كيف بدي العب انا هلا؟ هلا بتحطي من الزعتر. نعم. على الوجه. نعم. وبتحطي باقي جبنه الموتزاريلا مجرد ما تغلي عنا. يلا حنجيب جات للسكب. هذا الشيء عم يغلي هون. رح تفقع.
لا يلا جهزي حالك هون. نشيل هذا من هون. هنحطه على جنب. يا. شو؟ ريحتهم شو طيبة؟ ليه ما انه ليكي وهو بقلبها حبق. فنحن حتى ما نحط حبق. ياي. مش معقول. ما خلتيني كمل. مش ضروري. الحبق بدل ما نحط الحبق. نعم. استعملنا أول شيء. سوري. برودكت موسمي أو برودكت محلي موجود عندنا بلبنان. ف شفتوا الجبنة كيف ساعدتنا إنه تمتزج المكونات مع بعضها. آخر شيء حنعمله شوي من زيت الزيتون. يا حأعطي غادة لتزين. ماشي؟ بدنا نزين هيك يعني ورقة ورقة؟ لا لا مثل ما بدك حطي شوية جبنة حتى دايما بنحط بالتزيين بنحط اللون الفاتح أول شيء وبعدين فوقه اللون أكيد. الغامق. نعم. أوكي؟ يا وهيدا أول صحن. نرجع ناخد كمان تاني صحن. بهيدي الطريقة لمين هيدا الصحن حسب تجربة بتوصى فيه انت مثل ما بدك انت بتقرري اذا بتوصى انت سيدة الموقف. يا شفتوا كيف انه بمرد بين صغير من الساندرايد توميتو مع مكونات موجودة عنا بالبيت يمكن اغلى شيء فيهم كان الساندرايد توميتو حتى لا يمكن البارميزون اغلى شيء مع الباستا قدرنا نعمل طبق وبكيسان معكرونة شفتوا انه فينا ناكل او نطعمي اذا بدكم 10 اشخاص او 15 شخص من هذا الطبق وخاصة انه نحن عم نرجع نوضع من الجبنة. تفضل ما بقى في غير هول. ما بيأثر واذا ما بقى في غير هول. هدول هيك اللي بده يفوت على الفرن في يفوت على الفرن مثل ما قلت بريك. واللي بيكتفي بهيدا اوكي لانه بقلبها جبنه وهلا اذا متركها شوي كمان على حراره الباستا اللي بقلبها كمان بتذوب الجبنه على الوجه. نجيب صحن كمان واكيد اخر شيء فيكم تضيفوا من زيت الزيتون اللي بده يضيف من زيت الزيتون اوكي كمان بيلبق اطيب واطيب. شو عم تنقي وتنقي حسيت؟ لانه عم بتفنن كل كل ايه مزبوط نسيت 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 تفضلي ها بعد عنا لقمه هذا الصحن اللي كان هيدا غير هيدا غير هيدا غير هيدا ايه اكيد اكيد انت بعرف ما بتعيدي نفسك ابدا يعني دائما عندك شيء جديد طيب يا وهيدا آخر صحن هيدا غير بالمرة وهيك بنكون عملنا وصفتنا لليوم برجع بذكر انه تجهيزاتكم للبربارة طبيعة الحال عالم الصباح اخذ جزء منها او اكيد اخذها بعين الاعتبار بكره شيف حسين كمان حيعمل وصفات تقليدية للبربارة والاحد ان شاء الله كمان انا وياكم نرجع نكمل باقي التحضيرات الحلويات للبربارة ما راح اكل انا بربارة السبت انت الاحد انت الاحد معي؟ ايه اكيد اوكي لكن كبرة تبروال اذا شيء لا بس نتفق من هلا انا بدي اعمل معكرون ايه معكرون اوكي ايه انا بعمل اول شيء العجينه وبقلي لنقدم للعالم وبرجع بعمل العجينه وبرجيهم حبتين وانت بتاخذي العجينه بتقليها لحالك فكرت انت بتاكلي لا اكيد حدوك اياها هيك لكن كون وصلنا اليوم لختام مش عالمنا الصباحي لا عالم الصباح بعد عنه معود اولى ختام عالمنا الصباحي بس اليوم وصلنا لختام فكره بالمطبخ مع شاف عبد الله انا اللي كان اشوفكم اليوم الاحد وبكره حكون معكم الشيف حسين ثانك يو لك شيف عبد الله ميرسي كثير نحن لكن رح ناخذ بريك خليكم معنا حتى نرجع نتابع رح تنضم لنا بعد شوي مايا